غلط يا اتنين. بعدين بعد 14 سنة طلعت تاني الأورشليمة برنابا واخد معايا تيتوس كمان، ولكن طلعت على الأسئلين وعرضت عليهم الإنجيل اللي ببشر بيه بين الشعوب التانية، ولكن على انفراد على ليهم مكانة عشان مبقاش بسعى ولا سعيد من غير فايدة. لكن ما اضطرش ولا تيتوس اللي كان معايا هو يوناني انه يتطهر، ولكن بسبب الاخوة الكتابين اللي متدخلين في الخفة اللي دخلوا سرقة عشان يجسسوا على حريتنا اللي لينا في المسيح عشان يستعبدونا، ظهر الموضوع ده اللي مسمعناش ليهم فخضعنا ولا ساعة عشان يبقى عندكم حق الانجيل. اما اللي بيعتبروا من اللي ليهم مكانة انهم حاجة مهما كانوا مفيش فرق عندي، الله ما بياخدش بوش انسان، لان دول اللي بيعتبروا ليهم مكانة ما شروش علي بحاجة، لكن بالعكس شافوا اني اخدت امانة انجيل عدم الطهور زي ما بطرس على انجيل الطهور، لان اللي اشتغل في بطرس عشان رسالة الطهور اشتغل فيا كمان عشان الشعوب التانية. فلما عارف النعمة اللي تعطتني يعقوب وصفا ويوحنا اللي بيعتبروا انهم اعمدة، ادوني انا وبرنابا ايدهم اليمين عشان الشركة عشان نبقى احنا للشعوب التانية واما هم في الطهور. ده غير ان انا افتكر الفقراء وده نفسه كنت اهتمين اني اعمله. ولكن لما جه بطرس لانطاكيا قومت قدامه لانه كان يتلام، لانه قبل ما يجي ناس من عند يعقوب كان بياكل مع الشعوب التانية، ولكن لما جم كان بيتاخر ويعزل نفسه خايف من اللي هم من الطهور. ونافق معاه ده اليهود كمان لدرجه ان برنابا كمان اجرى النفاق بتاعهم. لكن لما شفت ان هم ما بيمشوش دغري حسب حق الانجيل قلت لبطرس قدام الكل، لو كنت انت يهودي بتعيش زي الشعوب التانية مش يهودي، امال لما تكبر الشعوب التانية يتهودوا؟ احنا بالطبيعه يهود وما احناش من الشعوب التانية خطاة، لأننا عشان نعرف ان الانسان ما بيخش صلاح من خلال اعمال الشريعة لكن من خلال ايمان يسوع المسيح، امننا احنا كمان بيسوع المسيح عشان ناخد صلاح من خلال ايمان يسوع مش من خلال اعمال الشريعة، لانه من خلال اعمال الشريعة ما يخش صلاح اي اسم. فلو كنا واحنا بندور ناخد صلاح في المسيح نتلاقي احنا نفسنا كمان خطاة، يبقى المسيح خادم الخطية بعد الشر، لاني لو كنت ببني كمان ده اللي هدمته يبقى انا ببين نفسي بخالف، لاني مت بالشريعة عن الشريعة عشان اعيش لله. مع المسيح اتصلبت فعيش مش انا لكن المسيح يعيش بيا، فاللي بعيشه دلوقتي في الجسم فده بعيشه في الايمان، ايمان ابن الله اللي حبني وسلم نفسه عشان خاطري. مش ببطل نعمة الله، لانه لو كان من خلال الشريعة صلاح فالمسيح بقى مات من غير سبب.